بسم الله، والله أكبر، والله أكبر، والله أكبر. الآن سنقارب بفضل الرحمن الآية 80 من سورة الكهف لك، حيث يقول المولى جل جلاله عما نواله. وأما الغلام، آية في شأن الغلام اللي قتلته وعندك أنت، أنا أجرمت في حقي، هو حقيقته. وأما الغلام فكان أبواه شنو؟ مؤمنين أو كافرين أو شاكين أو غير ملتزمين بالإيمان بالله وأهل مجر وطاعته وخشية عقابه. عاد قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. الأصل صحيح، لكن الذرية متمثلة في الغلام هذايا عكس الأبوين. وربما هنا نجم نفكروا فيما قاله سيدنا عليه الصلاة والسلام، اللي قبل ما نأتي أزواجنا نتغشاها، أي في الحال العلاقة الحميمية الجنسية، يلزمك تطلب أنت وزوجتك أن يقي الرحمن الذرية اللي مش تنشأ إثر هذا اللقاء الجنسي الحلال. يقول وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. son deux croyants père et mère vraiment des croyants mais leur enfant conçu après ce rapport intime entre les deux époux, les deux conjoints, il a été dès le départ une mauvaise graine. C'est-à-dire, il n'a aucune ressemblance avec ses parents. Les parents sont vraiment en état de conviction qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur, législateur, etc., etc. Alors que lui, il est l'inverse de l'état de ses deux parents, père et mère. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا. هنا ما قالش أردت بل خفت، وفي الرحمة سيدنا الخضر عليه السلام شبيه، وكان ما فيش رحمة ما كان ربي يعطيه من علمي لدني. يقول فخشينا أن يلقاهما، أن يواصل في استفزاز والدي المؤمنين. هنا المؤمنان أراد الرحمن أن انطلاق من معرفتهم بربنا وأوامره ونواهيه، يحافظوا على الإيمان كالقبض على جمر من نار من شدة ما حوله من آثام. فقال كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلقاهما طغيانا وكفر، يطغى عليهم ويكفر كونهم أصلين له، كونهم كان رحيما به عند مكان في رحم أمي، الأب يحسن لزوجتي وهي حامل. وين اليوم حامل مش حامل؟ لا أحسن قالك احنا من أمة الإسلام، خليه عليكم زينا من الكذب ووقعها، مستمرين بالكذب تحبوا تقنعونا انكم عندكم ريحة الإسلام؟ لا عليك، امشي ثبت روحك وقولوا يا ربي انا كنت مانيش من نوع اللي اقدرك حق تقدير، وعرفت الآن انك الرب، قدرك قدر شأنك أعلى مستوى من القدر، فاغفر لي ذنوبي التي مررت بها ووفقني إلى الرجوع إليك رجعا حميدا. قول وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلقاهما طغيانا وكفرا.
شوف طريقان لإرهاق الوالدين، طغيان يولي هو فرض روح عليهم، مش هما من يعظم شأنهما، كما يقول ربي وأحسن إليهما ربي. وحنا نطلب مولانا أن يوفقنا في إحساننا لوالدينا، واغفر لهما ذنبهما أو ذنوبهما، حين أنا أشهد أنهما كان أصلين طيبين، فقل يا مؤمن ارحمهما كما ربيان صغيرا. الرحمة لي أتوالي بغير ما طلبت أنا وما غير ما كريتهم بالفلوس، ربي قالك وارحمهما كما ربياني صغيرا. وين اليوم يضرب أمه يسقط على مالها لي ما ادخرته من زمان حتى باش تيسر لها أن تعينه في أموري اليومية، ومن شراء الماء، من شراء مواد التنظيف، من شراء المال للشرب، شراء المال للطهي، و الوالدين في طريق يروا فيه الجحيم من سوء ما يصدر عن ابنهم ولابنتهم اللي غارقين في ظلم الوالدين. وما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، كما عرفنا ذلك عن طريق سيدنا محمد المعلم الأكبر من الخلق، والسلام على الخالق العلام، سلام من الخالق العلام على أنبيائه الكرام وعلى الأمم التي اتبعوها حقا حق اتباع، والسلام علينا آل محمد عليه الصلاة والسلام.